عيد الأضحى بالنسبة لآخرين هو أيضا حدث يستحق تمضيته في مؤسسة فندقية، وهذا ما فعله كثير من السياح المغاربة في أهم المدن السياحية الوطنية كمراكش. قيس محسن والمعتصم بالله البوعساوي. إذا كان البعض يفضل قضاء عيد الأضحى داخل منزل العائلة، فالبعض الآخر أصبح يفضل قضاءه داخل الفنادق. والنموذج هنا من إحدى المركبات السياحية بالمدينة الحمراء، والتي تعرف إقبالا كبيرا خلال عطلة العيد نظرا لما توفره من خدمات ترتبط بهذه المناسبة، انطلاقا من نحر الأضحية ووصولا إلى إعداد أطباق العيد. العيد الأضحى تنعملوا فيه التقاليد المغربية كلها، من طبخ ولا من الناحية الدينية ولا من الترفيه على الدراري، وتنعلموهم العادات ديال المغرب والعوائد ديالنا، والأسعار اللي تنديروا لهم فيها تو كومبري، ما فيهاش فيها المشروبات، فيها الأكل، فيها كل شيء داخل. هذا الإقبال المتزايد على الفنادق خلال مناسبة العيد يعزى بالأساس إلى العروض التحفيزية وكذا الخدمات التي تقدمها هذه الفنادق، فربات البيوت لا يكترثن بالأشغال المنزلية ليكون العيد هنا مقترنا بطعم العطلة. بالنسبة للدار تكون شوية تمارة، الشقة ديال الدار معروف ديال العيد، ولكن في الوطيل كنعطيو شوية الراحة للعيالات، شوية يرتاحوا شوية. كتكون ضحية وصباح العيد كناكلوا الماكلة اللي كناكلوا في ديورنا في صباح ديال العيد، الجداد ديالنا والحفيدات كيشوفوا شنو هي العوائد، وكنوضحوا لهم كنقول لهم ها علاش وهاد الظروف فاش نزلت هاد السنة هادي إلى آخره. وهاد السنة المؤكدة اللي خاصنا نقوموا بها، واللي طبعا مول لوطيل كنتكلف بها وذبحنا الحوالة هنايا وهذا، وعشنا ذاك الطقوس الدينية ديال هذا، وفي نفس الوقت استجمام وراحة. هي عادات جديدة إذن أضحى تترسخ داخل مجتمعنا، فرغم اختلاف أجواء الاحتفال بالعيد غير أنها تلتئم في شيء واحد، ألا وهو الحفاظ على العادات والتقاليد المغربية الأصيلة.